تجول في اليوتيوب شاهد قناة كتاب الحياة أكمل الفيديو تجول في اليوتيوب تجول في اليوتيوب ولم يضع اشتراك يكفي يا أولاد وفروا حكاية التعليم حتى أشعل النار أخفتم أباكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من قناتكم كتاب الحياة بقوفي. معكم كالعادة أخوكم محمد مصطفى. أنا سعيد اليوم بأن أشارك معكم هذه الحلقة، ونبدأ على بركة الله في أول صورة، صور رائعة أحضرتها. الأستاذ سأل التلميذ ما هو أبعد مكان في العالم؟ فأجابه فلسطين. فقال الأستاذ لماذا فلسطين؟ فكان رده لأن العرب منذ 100 عام وهم يرددون نحن قادمون يا فلسطين ولم يصلوا بعد. نعم صدقت يا فتاة، فلسطين هي أبعد مكان في العالم بالنسبة للعرب فقط، ولا تزال هي الأبعد حتى الآن، وستبقى بعيدة في المستقبل إلى أن يتوحد العرب. وطبعا اتفق العرب على ان لا يتفقوا، واتمنى من كل قلبي لو كان لدي ادوات عسكرية او صاروخ على الاقل. ساقصف اسرائيل، ساقصفها. وننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية، تخيلوا أن العرب هم الذين نجحوا في الفيزياء وداروا النظريات واكتشفوا أمورا جديدة. تلقى الأسئلة كما هي، دارة كهربائية فيها بطارية بقوة 10 ميجاوات ومقاومة ومقاومة مقدارها 2.5 زوبير، احسب شدة التيار بوحدة قدر. طبعا الوحدات الاجنبية الفولت والواط والنيوتن هي كلها طبعا اسماء العلماء. ويقول لك تخيل انهم العرب هم اللي اكتشفوا مثلا الفولت يصبح ميلود والله زوبير والله محمد. تجد الأسئلة في الامتحان كذا، دارة كهربائية بقوة 10 ميلود ومقاومة 2.5 زوبير، احسب شدة التيار بوحدة قدر. صراحة صورة جميلة، أحببت هذه ننتقل إلى الصورة الثالثة. وطبعا هذه الصورة تمثل طبيب الأسنان في اليابان. انظر الحضارة إلى ماذا وصلت الحضارة. صورة رائعة. إذا لم يعجبكم طبيب الأسنان في اليابان فشاهدوا الطبيب العربي، ممكن يعجبكم. هذا هو الطبيب العربي. سننتقل إلى الصورة الرابعة. هذا هو الطبيب العربي. انظر كيف يعالج الأسنان. هذا هو الحضارة عند العرب، أحسن من اليابانيين. هذا الشيء الوحيد اللي سبقنا اليابان. وننتقل إلى الصورة الخامسة. خمسة، اعترف أنك أرنب، اعترف وإلا قتلتك. وعرض أختي إني أرنب، بس لا تخاف. صورة رائعة تمثل الاعتداء المسلح على القطط. اعترف انك ارنب، اعترفوا انكم ارانب، اعترفوا لكل المشاهدين، اعترفوا انكم ارانب. صراحة لو كان مسدس أنا نفسي لو كان موجه إلي مسدس كنت سأعترف إني أرنب. أقلوا أنا أرنب، أنا قط إذا أردت.
ننتقل إلى الصورة السادسة. القطط. صور رائعة عن القطط. طفل صغير، هذه الصورة تمثل طفل صغير يسأل قطة انتي بثة؟ انتي بثة؟ القطة جاوبته لا أنم. لا أنم. جمع بثة بثث، جمع أنب أنانيب أنانيب، مش أنانيب أنانيب. صورة رائعة طفل صغير. أعجبني هذا الطفل من كل قلبي. الصورة السابعة حضنها بقوة، حضنها بقوة. ف ظ ر ص ش ثلاث نقاط. أمر لله، ما هذا؟ بئس بئس القوم أنتم. يعني وبستها أقول لك طلع صوت يعني ضربتي. نعم يا أخي ضربتي كويس. وننتقل إلى الصورة الثامنة. عم يفكر بينه وبين حاله، ليش خطي بالإنجليزي أحلى من العربي؟ معقول؟ معقول؟ معقول أنا أجنبي بس أهلي خاق فيني؟ صورة رائعة، شوف شكل الوجه، ركزوا على الملامح. يبكي يبكي مسكين، أهله خاق فينه، معقول أنا أجنبي بس أهلي خاق فيني؟ وننتقل إلى الصورة التاسعة. حكمة طالب. عزيزتي وزارة التربية والتعليم، إذا كان مدرس واحد لا يستطيع تدريس كل المواد، فكيف لطالب واحد أن يدرس كل المواد؟ تناقض فلسفي. حكمة رائعة. المفروض يدرس كل طالب مادة مادة منفردة. يا إلهي. الصورة العاشرة تقول: هذه قصيدة أنشأتها أنا لكل قصيدة أردت أن أقولها لكل أحبائي المشاهدي قناة كتاب الحياة. أحبائي، حبكم يجري في عنقي كما يجري الحلوف في الغابة، أحبكم كما يحب الفقيه الجلابة، حبكم قتلني كما يقتل الفليتوكس الذبابة. يا لك من جميلة خلابة. حبكم أنار حياتي كما ينير البروجيكتور التيران، إحساس يجري في ذاتي كما تجري في جحرها الفيران. أحبكم إلى مماتي كما يحب كريستيانو الشامبوان. أهدي لكم هذه القصيدة التي لم أجد لها عنوان. تصفيق. شكرا شكرا شكرا. ربح جائزة أمير الشعراء لعام 2000 لا أدري. المهم أشكركم على جائزة أحسن شاعر هذه القصيدة إلى كل محبي قناة كتاب الحياة. وننتقل إلى الصورة التالية. نعم إنه ضيف الحلقة، إنه غامبول، غامبول السعيد. أحب هذه الشخصية من كل قلبي، هذه شخصية رائعة. كما تعرفون لقد استضفتموها في أول الحلقة، في أول الحلقة، وحكى لكم عن قصة الرعب التي 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 سمعتموها، وها هو الآن يعطينا حكمة رائعة. أتمنى أن تطبقوا هذه الحكمة، حكمة من عند غامبول. هكذا هي الحياة، أيام مع دودة وأيام مع نملة. هكذا هي الحياة، أيام مع دودة دودة وأيام مع نملة. هكذا هي الحياة، أيام مع دودة. وكانت هذه آخر صورة، وطبعا اكتملت الصورة لدينا. هذه حلقتنا اليوم.
النهاية The End. وكنت سعيد جدا بأن أقدم لكم هذه الحلقة، سعادتي لا تصف. المهم لا تخيبوا أملي، لا تخيبوا أملي بأن لا تضعوا اشتراك. طبعا اشتركوا، اشتركوا قناة جديدنا متواصل، وليس هذا آخر فيديو، ما زالت هناك فيديوهات متواصلة، فيديوهات جديدة إن شاء الله. سننظم القناة كل أسبوع أسبوعين، ستجدون فيديو في القناة. لا تنسوا اشتراك وإعجاب، ضغطة زر فقط تسبب لنا السعادة والسرور. ولا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم وعائلتكم في كل مواقع، كل مواقع التواصل الاجتماعي بدون حصر، من فيسبوك، كل مواقع. المهم أنكم تشاركوها مع أصدقائكم وتستمتعوا بها مع بعضكم. وأتمنى في الأخير زيارة الموقع الإلكتروني التابع للقناة، طبعا قناتنا تابعة للموقع الإلكتروني، وبوك4في www.bookforv.blogspot.com، وصفحة القناة www.facebook.com/bookforv. ولا يسعني أن أقول شكرا لكم، إلى اللقاء.